ناري واحد السياره شحال واعره بزاف كيحماقوا عليها لي جون. هنا نقلب لكم كاميرا تشوفوها. اجي نشوفوا الثمن ديالها شحال داير. دايره 109,995 دولار كندي اللي هي تقريبا 85 مليون مغربيه. شوفوا الديكور ديالها كي داير خطيره. شوفوا معايا الكيا كاركات هي زوينه من على الله. نشوفوا الثمن ديالها شحال داير. هذه دايره 7,777 دولار اللي هي تقريبا 6 مليون مغربيه. ها انتم كيف ما كتشوفوا سيم بي 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 هذه باش دايره من برا لا كولور ديالها. والثمن دايره 8,495 دولار كندي اللي هي تقريبا 7 مليون ديالنا. شوفوا واش محلوله. فوالا هانتوما ها الطابلو دبوغ ديالها. سلام لي زامي كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. نتمنى نهاركم يكون دايز مزيان. تلاقينا فيديو جديده فيديو من نوع ثاني. هذا الفيديو غادي نشاركوا معكم فيها معلومات قيمه على شراء السيارات هنا في كندا بالنسبه للناس اللي غادي يجيو وبغاو يشريو سياره باش يتنقلوا بها من البلاصه فين ساكنين لخدمتهم لبلايص اخرى. سو خليكم معنا. هنا في كندا خصكم تعرفوا باللي السيارات مانويل كيكونوا رخص من سيارات اوتوماتيك. تقدروا تلقاو سيارات مانويل بثمن ديال الهاتف. قبل ما نشاركوا معكم الاثمنه ديال هاد السيارات اللي كاينين في جيرفي اوتو غنخليكم مع فيديو ديال اول سياره شريناها باش جينا هنا لكندا. فوالا لي زامي سي اون نيسان سانترا كولور غريز. انا غادي ندخل نوريكم الدار. بسم الله. فوالا ها هي من الداخل فيها دي سياج اون كوير دي سياج شوفون. فوالا فيها توا اوفران سينو باش تردوه خص ديرو لوت سونس. فوالا وكاينه بوسيبيليتي انكم حتى ما عرفتش ان بوطون حتى يوريني حسين كيطلع هذاك هاد هاد لا فينيتر ديال 3 اوفران كتطلع هي شي شويه بحال قلتي كتدخل شويه ديال الهواء. فوالا ها هي من الداخل كي دايره. فيها حتى الكاميرا دروكول ما يمكنليش دابا ناكتيفيها لكم حتى نكون دايره مارش اغيير. وفيها المابس عندكم لا بوسيبيليتي عندكم في جي بي اس كتانديكيو له لادريس اللي نتوما غاديين ليها واوتوماتيكمون كتاكتيفيو لا فوا وكتبعوا الجي بي اس ديالكم. فوالا ها هو لو طابلو دو بور ديالها. فوالا فوالا ها هو لو ديزاين ديالها. لو ديزاين فريمون الي فريمون مانيفيك زوين بزاف. الي كولور اون بلوس حتى هما زوينين. ها هو لا بواط ا فيتيس ديالها. فوالا هنايا هنا فين كتبرونشيو اليو اس بي ديالكم لو فيرم. اي فوالا ها هما لي سياج اغيير. هادوك لي بنو ديتي وهادو سي دي بنو ديتي حيت دابا دايرين لي بنو ديفير. حنا خديناهم ديجا انستالي. فوالا هاد السياره اللي شفتو عاد دابا هي واحد السياره اللي كنا خديناها من عند ان بارتيكولي. والسيارات اللي غنشاركو معكم الاسمنه ديالهم اليوم في هاد لا فيديو غادي نشاركو معكم الاسمنه ديال ان كونسيسيونير. ضروري كتكون الثمن زايد بزاف وما كتكونش مجال نيغوسياسيون ما كيمكنلكمش تشاطروا معاهم في الثمن. دونك خليكم معنا نشاركو معكم الاسمنه. اول سياره غادي نشارك معكم في هذا الفيديو هي الماركه دوج 4x4. غادي نشوفوا اونصوبل الثمن ديالها. اول شكل ديال السياره من على برا دوج من بين السيارات اللي مشهوره هنا في كندا اضافه الى تويوتا هوندا سيفيك هيونداي كيا. المهم كاين بزاف ديال لي مارك هنايا اللي ادابتي ليفير هنا في كندا. دابا غادي نشوفوا الثمن ديالها شحال داير. ها هي لافيش تكنيك محطوطه. دونك الثمن ديالها 10,000 دولار كنديه اوغ تاكس بيان سور اللي هي تقريبا بالدرهم المغربيه هي 8 مليون تقريبا. والموديل 2011 وضاربه 870,000 كيلومتر وترانسميسيون اوتوماتيك. فوالا دابا نمشيو نشوفوها من الداخل. فوالا
ها انتم كتشوفوا كيفاش دايره من الداخل. ها لو طابلو دبور ديالها. ها انتم ترانسميسيون اوتوماتيك. ها لي سياج كي دايرين. صراحه طوموبيله فاميليال حيت كبيره. غير هو الموتور ديالها فيه 3.6 لتر دونك كي كونسومي كامام ليسانس. فوالا ما نطولوش عليكم نمشيو نشوفو طوموبيل اخرى الثمن ديالها ولي كاركتيرستيك ديالها. خليكم معنا هانتوما باش تعرفوا الفرق بين تشريو سياره من عند ان بارتيكولي ومن عند ان كونسيسيونير. الثمن كيكون مختلف بزاف. بحال دابا هذه اللي مورايا سي نيسان بحال اللي شفتوها في الاول ديال لا فيديو اللي كانت عندنا في الاول باش جينا لكندا. سي نيسان سانترا. غنوريكم الثمن ديالها هنايا شحال داير وحنا باش خدينا. هانتوما شوفوا الثمن ديالها شحال داير. داير 14995 دولار اللي هو تقريبا الضعف باش خديناها حنا من ان بارتيكولي. حنا كنا خديناها ب 7000 دولار. هانتوما شوف كيفاش دايره. وساشون كو حنايا كنا خديناها بسياج اون كوير. كانت فيها طوا اوفران حتى هادي طوا اوفران. كنا خديناها فيها جي بي اس انتيغري كاميرا دو ركول. صراحه كانت توت اوبسيون دونك كانت اون تري بيل فواتور لي تاهي ادابتي بوغ ليفير. هي هو شنو هو الفرق صراحة ما بين انك تشريها من عند ان بارتيكولي وتشريها من عند ان كونسيسيونير. مي كتاخدها من عند ان بارتيكولي كتاخد لو ريسك انك تقدر تطيح في شي طوموبيل مثلا في جي ا اللي هي فيكول غرافمون اكسيدونتي ولا شي فيكول اللي فيه شي مشكل وما تقدرش تعرفه بالعين المجردة. يعني كتكون مضطر انك دير ان رابور كارفاكس ولا دير ولا دير لها لانسبكسيون قبل ما تشريها. يعني كتكون كوم كيخصك تكون برودون قبل ما تاخذها. الوغ كو عند ان كونسيسيونير كتكون واخدها وانت بالك هاني لانه كيكون ديجا دايرين لها لانسبكسيون ديالها. دونك فوالا. وبالنسبه لغابور كارفاكس غنخليكم لو ليان ديال لو سيت فين تقدروا ديروا غابور كارفاكس بالنسبه للناس اللي باغيين يشريو من عند دي بارتيكولي. كيسمح لكم هاد لو غابور انكم تاخذوا ليستوريك ديال لا فواتور اللي غادي تشريوها. كيجبد لكم فريمون ليستوريك كامل يعني واش هذيك الطوموبيل فين دارت بها اكسيدون لي كاركتيرستيك لا فواتور اي تو. ناري واحد السياره شحال واعره بزاف كيحماقوا عليها لي جون. هنا نقلب لكم كاميرا تشوفوها. ها هي سيدي واحد البورش سبور. شوف كيفاش دايره. واو 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 خطيره. اجي نشوفوا الثمن ديالها شحال داير. دايره 109995 دولار كندي اللي هي تقريبا 85 مليون مغربية. شوفوا الديكور ديالها كي داير خطيرة. و اون بليس تعجبني هاد لاكولوغ. شوف لاكولوغ ديالها شحال زوينة. كيف ما كتشوفوا كاينين جميع انواع السيارات. وهنايا في لي كونسيسيونير كاين لي فيكول اوزاجي يعني مستعملين وكاينين حتى الطوموبيلات جداد. بحال دابا هادي شوفوا لي كا كامارو. نشوفوا الثمن ديالها شحال. هادي مثلا الثمن ديالها داير 27995 دولار. هادي موديل 2014 وضاربه 114000 كيلومتر. هاي واحد شوفو لي فرا وديال الاخر. شوفو الثمن ديالها شحال داير. هادي دابا دايره 33995 دولار كندي موديل 2018 بالحق. هادي وضاربه يلاه 56000 كيلومتر. هنايا كيف ما كتشوفو مستفين غير لي شوفو لي. شوفو هادي لاكولوغ ديالها شحال واعره. شكون لي عزيز عليه لي كولوغ فلاشي بحال هكا. نشوفوا الثمن هادي ديالها شحال داير. هادي دايره 33995 دولار كندي ما كتبانش مزيان. نشوفوا هادي واش محلوله. ما شوفوا كيفاش دايره من الداخل. كاينة هادي تا هي هادي فورد ماستانغ. شوفو كيفاش دايرة واعرة بزاف. هادي الثمن ديالها داير 32995 موديل 2018 ضاربة 43000 كيلومتر. هانتوما هادي كادياك
ها هو الثمن ديالها، دايره 29995 موديل 2018 وضربه 61000 كيلومتر. شوف واش محلوله. زوينه. شوف فيها اكران تاكتيل، كاميرا دو ريكول، ما فيهاش طو اوفران، فيها لي سيج اون كوير. شوفوا هاد المازدا هادي سبور شحال زوينه. هادي دي كابوتاب. شوفوا شوف الثمن ديالها، ما عرفتش شحال ولا لا، غادي مسدوده. شوفوا لو بري ديالها شحال داير. هادي دايره 30995 دولار كندي، موديل 2016 وضربه 29000 كيلومتر. كيف ديما قبل ما نكملوا لا فيديو ديالنا ونشارك معكم الاثمنه ديال لي فواتور، ما تنساوش تهبطوا تحت لا فيديو، غادي تلقاو واحد الزر الاحمر، شاركوا في القناه باش تنضموا لينا ويوصلكم كاع الجديد ديالنا. فوالا خليكم معنا حتى لخر لا فيديو. غنشوفوا هاد فولكس فاجن كابريولي شحال الثمن ديالها. شوفوا على برا كي الثمن ديالها داير 8995 دولار، يعني كنظن شي 6.5 مليون، كنظن 6.5 مليون مغربية. نشوفها من الداخل كي دايرة. واو لا كولور ديالها فنة. واحد النقطة مهمة اللي خص الناس يعرفوها باش قبل ما يشريو الطوموبيلات ديالهم، كو سوسوا ياخذوها من عند ان بارتيكولي ولا من عند ان كونسيسيونير، هي الكيلومتراج اللي ضاربه الطوموبيل. خصها ما تكونش فايته واحد 140000 كيلومتر. اون فوا كتفوت هاد الكيلومتراج ما كتبقاش القيمه ديالها، يعني حتى لا بغيتو تبدلو الطوموبيل وبغيتو تبيعوها ما غتجيبلكمش الثمن. دابا نمشيو نشوفو واحد الكونسيسيونير هنا كاين في لا ريجيون. شو سميتو حسين؟ مارتن فالي. غنشارك معكم اول سياره هنا لقيناها هي بي ام دبليو في، نقلب لكم كاميرا ونصورها لكم من على برا والثمن ديالها. ها انتم كيف ما كتشوفوا سي بي ام دبليو في، هادي باش دايره من برا لا كولور ديالها، والثمن دايره 8495 دولار كندي اللي هي تقريبا 7 مليون ديالنا. شوفوا واش محلوله. فوالا هانتوما هاد الطابلو دبوغ ديالها، ها لي سيج اون كوير نوار. فوالا الصراحة رخيصة بزاف. هانتوما شتو التمن ديالها شحال داير، تقريبا لي هي 7 مليون مغربية. هاي واحد لافواتور اخرى اللي هي لا مارك ديالها سوبارو، اللي تا هي ادابتي هنايا في ليفير، اللي تا هي تستعمل بزاف بارمي لي فواتور لي بوبولار هنا في كندا. نشوفوا الثمن ديالها شحال داير. دايره 4495 دولار كندي اللي هي تقريبا 3 مليون، ما كاملاش وقيلا 3 مليون وشي حاجه. نشوفوا واش محلوله. شوفوا من الداخل انتما كيف ما كتشوفوا سياج اون كوير. فوالا وفيها طوا اوفون، صراحة زوينة. شتو الثمن ديالها مناسب. هاي واحد شيفرولي سبارك، شوفو كيفاش دايرة من على برا، شوفو الثمن ديالها. هادي موديل 2013 ودايرة 5995 دولار كندي اللي هي تقريبا 4 مليون مغربية. هانتوما من الداخل دايرة. هادي واحد الكيا سول، شوفوا كيفاش دايره من على برا، شوفوا الثمن ديالها حتى هي. هادي موديل 2011 ودايره 6495 دولار كندي اللي هي تقريبا 5 مليون ما كاملاش مغربيه. ها هي كي دايره من الداخل. هادي شويه قديمه. هاي واحد دوتش جورني، شوفوها من على برا كيفاش دايرة. شوفوا الداخل ديالها،
نتوما الطابلو دو ترانسميسيون اوتوماتيك سيجون كوير شنو نشوفو الثمن ديالو هانتوما شوفو الدوج شحال دايره 4995 دولار كندي اللي هي تقريبا 3 مليون مغربية صراحة واعرة بزاف هادي الموديل ديالها 2010 هاي واحد البي ام دبليو شوفوا كيفاش دايرة من على برا شوفوا الثمن ديالها هادي دايرة 8995 دولار كندي اللي هي تقريبا 7 مليون مغربية فوالا شوفوا معايا هاد الكيا كاركات تاهي زوينة من على برا نشوفوا الثمن ديالها شحال داير هادي دايرة 7773 دولار اللي هي تقريبا 6 مليون مغربية هاي واحد الكيا سورينتو تاهي كاركات شوفوا الثمن ديالها شحال هادي تاهي 7995 دولار كندي اللي هي تقريبا 6 مليون مغربية هاي واحد لودي كيو 5 شوفوا الثمن ديالها هادي دايرة 17888 دولار موديل 2013 اللي هي تقريبا 16 مليون مغربية 16 ولا 15 مليون ونص هاي واحد نيسان روغ نشوفوا الثمن ديالها تاهي شحال هادي دايره 5995 دولار كنديان موديل 2008 اللي هي تقريبا 4 مليون مغربية وهي من داخل كيفاش دايره هاي واحد لودي كيو 5 اخرى نشوفوا الثمن ديالها شحال هادي دايره تقريبا نفس الثمن الاخرى دايره 17841 دولار كنديان موديل 2012 هادي تقريبا اللي هي 16 مليون مغربية هانتوما من الداخل كيفاش دايرة هادي جوبونس مانويل نتأكدو لا اوتوماتيك اوتوماتيك كيف ما شفتو الأثمنة كيختلفوا من موديل لموديل من مارك لمارك وهنا في كندا القيمة ديال الطوموبيل ماشي بحال في البلاد ديالنا مثلا في المغرب هنا كتقدر تلقى بي ام دبليو رخيصة ودي رخيصة دي فواتور دو لوكس كتلقى الثمن ديالهم رخيص بارابور للبلاد ديالنا غير هو اللي نبغي نعطيك معلومة كونساي لي نوفو زاريفون هي انهم من يكونوا باغيين يشريو الطوموبيل ديالهم ياخذوا لي فواتور اللي كيتمشاو هنا في ليفير لي ادابتي لي ماشي سطيوش وداكشي بحال تويوتا نيسان هوندا هيونداي كيا المهم نحاول نحط لكم لا ليست ديال لي فواتور اللي ادابتي هنايا في ليفير بالنسبه للناس اللي باغيين يشريو من عند دي بارتيكولي غنخلي لكم لا ليست ديال لي ليان اللي تقدروا تدخلوا ليهم وتلقاو فيهم دي فواتور بون اوكازيون بشي ثمن مزيان ويكون كاليتي مزيانه كاين لو سيت كي جي جي وكاين ماركت بليس فيسبوك هادو هما اللي معروفين بزاف هما اللي كتقدروا تلقاو فيهم دي زانونس مزيانين وبالنسبه لي كونسيسيونير كتقدروا يكون مع لا تخديشو من عندهم تاخذوا تسهيلات يعني فينانسمون كريدي باش تخلصوا بالتقسيط الثمن ديالها الوغ كو لا كنتو بيان سور تاخذوها من عند ان بارتيكولي كيخصكم تكون عندكم فلوس كاش باش تخلصوا لا فاتور ديالكم نتمنى ما نكونش نسيت شي حاجه الا كنت نسيت شي حاجه غنخلي لكم صندوق الوصف كمعلومه اللي تقدر تفيد اي واحد جاي جديد هنا في كندا نتمنى تكون لا فيديو نالت الاعجاب ديالكم وصلنا لنهايه لا فيديو تهلاو لي فراسكم وما تنساوش تخليو لينا اقتراحاتكم على الفيديوهات الجداد ان شاء الله اللي بغيتوهم وما تنساوش تشاركوا في القناه وتسيبورتيونا بلي لايك ديالكم ولي كومونتير باي باي نتلاقاو في فيديو جديد